السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الـ Communication Management، أو إزاي نقدر نعمل إدارة لوسائل الاتصالات خلال المشروع. هناخد الـ Process الرابعة النهاردة، Manage Stakeholder Expectation، إزاي أقدر إن أنا هندل أو أدير توقعات الـ Stakeholders اللي موجودين عندي في الـ Project. أول حاجة Communication Activity directed toward project stakeholder to influence their expectation, address concern and resolve issue. مفروض كل وسائل الاتصال اللي انا هستخدمها الهدف بتاعها ان هي تأثر على الستيكهولدرز، تديهم توقعاتهم، ولو عندهم اي concerns او issue تبدأ تحلها. Actively management the expectation of the stakeholder to increase the likelihood of the project acceptance by negotiation and influence their desire to achieve and maintain the project goals. الهدف من ان انا ابدا اخليهم up to date بالinformation regarding the project، ان انا قد ما اقدر ان انا اثر عليهم ان هم وفي طريقه من النيجوشيشن من المفاوضات، ان انا في الاخر هوصل ان انا هقدم هحقق البروجكت جولز واللي هم عايزينه في البروجكت او الريكويرمنت بتاعتهم تبدا تتنفذ. Addressing concerns that have not become issue yet. Risk need to be assessed. اللي على هدف ان انا في وسائل اتصالات في information بتتبعك ما بيني وما بين الستيكهولدر او ما بين البروجكت مانجر والستيكهولدرز، عشان انا قد ما اقدر لو في مشكلة قبل ما تظهر نحاول نحلها، لو في risk بنحاول نعرف ايه الريسك ده ونبدأ نعمله assessed او نعمله mitigate، ونحاول نشوف انهي وسيلة مفعلة او ممكنة ان احنا نقلل الريسك ده. Clarifying and resolving issue that has been identified. The resolution may be result in a change request. ممكن ان في conflict، ممكن ان في issues، كل الكلام ده بنبدأ نحدده وبنبدأ نوضحه، وممكن في الاخر ان ده يسبب ان احنا محتاجين نعمل change request. Helps to increase the probability of the project success by ensuring that the stakeholder understands the project benefits and risk. بنحاول طول ما احنا ماشيين في البروجكت ان الستيكهولدرز عارفين الفوائد المشروع، عارفين الريسك اللي فيها، كل شوية عمالين نوضح ايه الريكويرمنت، ايه الاوبجكتيف بتاعنا، ايه الريسك اللي هتواجهنا، كل ده بيساعد على احتمالية نجاح البروجكت تزيد. The project manager is responsible for the stakeholder expectation management and require diplomacy, personal and management skills. ال project manager هو المسؤول ان هو how يعني ازاي يمانج او يدير ال expectation او توقعات ال stakeholders لل project دوت، سواء بمانجمنت سكيلز، بيرسونال، حاجات دبلوماسيه، وات ايفر ايه السكيل سيتس اللي عنده، بيبدا يمانج الاكسبكتيشن دي. مانجنج ستيك هولدر اكسبكتيشن اتس وان اوف ذا بروسيس، ليها انبوت وليها تولز وتكنيك وليها اوتبوتس. خلينا نبص عليها. مانجنج ستيك هولدرز اكسبكتيشن، طبعا هيكون عندي الستيكهولدرز جايين ايه هم في الريجستري، عندي الكوميونيكيشن بلان عشان اشوف هكوميونيكيت ازاي، عندي الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس، هبدا اعمل مانجنج، وفي الاخر هيديني مانجنج دي هيديني اوتبوت ان هي ممكن تكون في تشينج ريكويست، في ابديتس في الاورجانيزيشنز، في ابديت في البلان او في الدوكيمنت، في ابديت في الايشيو لوج. هناخد ان ديتيل. اول حاجه الانبوت بتاعتي الستيكهولدر ريجستري، عشان هو ده فيه اسماء الناس اللي هبدا اعمل لهم مانجمنت، ايه الانفلونس بتاعتهم، ايه تاثيرهم، ايه الامباكت عليهم على البروجكت بالسلب او بالايجاب. ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي ان اندرستاندينج اوف ستيك هولدرز جول اند اوبجكتيف از يوز تو ديترماين استراتيجي تو مانج ستيك هولدر اكسبكتيشن. هنا حتى انا حاطه استراتيجي معينه، استراتيجيه ازاي همانج الستيك هولدر اكسبكتيشن بتاعتي. البروجكت مانجمنت بلان، ايشيو لوج وتشينج لوج، اورجانيزيشن بروسيس اسيتس، هنشوف الديتيلز بتاعتهم. التولز والتكنيكس عندي كوميونيكيشن ميثود، انتربيرسونال سكيلز، مانجمنت سكيلز، وفي الاخر الاوتبوت ان انا ممكن ابديت في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس، ابديت في تشينج ريكويست هتحصل لو في الاكسبكتيشن دي مختلفه، وفي البروجكت مانجمنت بلان ابديت، وفي البروجكت دوكيومنتس ابديت. تعالوا نبص على الانبوت. احنا قلنا يعني ايه ستيك هولدر ريجستري اللي فيها اسماء كل الستيك هولدر، هاو تو مانج ستيك هولدر استراتيجي، دي موجوده في ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. ثالث input عندي project management plan contains the communication management plan, stakeholder requirement and expectation, provide an understanding of the stakeholder goals, objectives and level of communication requirement. انا عندي communication management plan انا already حطاها، اللي هي one of the project management plan.
بتقول لي مين الستيك هولدرز عايزين ايه، الاكسبكتيشنز بتاعتهم ايه، توقعاتهم وايه الجولز بتاعتهم وايه الاوبجكتيف، وعلى انهي مستوى هبدا اعمل اتصالات بيني وما بينهم في الايشو لوج. ودي حاجه مهمه جدا، دوكيمنت اند مونيتور ذا ريزوليوشن اوف ايشوز، ان انا بحط كل الايشوز اللي عندي وبشوف هل هي اتحلت ولا لا. فاسيليت كوميونيكيشن اند انشور ا كومن اندرستاندينج اوف ايشو، بتسهل عمليه الاتصال وبتاكد لي فعلا ان في ان احنا كلنا فاهمين الايشو دي وفي حاجه مشتركه ما بيننا في فهمها، مش مفيش كونفليكت ما بيننا. The issues are categorized based on urgency and potential impact. ببدأ أقسم المشاكل وبعمل لها تصنيف حسب الurgency بتاعتها وحسب تأثيرها إزاي على البروجيك عندي. And order assign and the target date established for closure. كل issue لها owner وليه target date أو تاريخ إن أنا مفروض أقفل فيها الإشو دي. And resolved issue can be a major source of conflict or project delay. خلي بالنا لو في issues مش عارفة حلها او التارجت ديت بتاعتها مش عارفة توصل لها، دي ممكن تديني conflict كبير وتديني project delay. عندي في الانبوتس برضو ل change log، لان اتأكد ان change log document the change and their impact that occurred during the project. عندي كل ال changes اللي حصلت على المشروع. Changes and their impact to the project in terms of time, cost and risk must be communicated to appropriate stakeholders. انا لازم اتأكد ان كل stakeholders عارفين، او مش كل الناس المعنية بال change ده لازم تبقى عارفة ايه ال change اللي حصل وتأثيره على time وال cost وال risk. ما ينفعش ان انا مثلا اكون عاملة software وفي features معينة اتغيرت، حاجة essential وفعلا في change request اتمضى عليه، وال stakeholders مثلا say ال users اللي هيستخدمه او whatever ال quality assurance team ما تبقاش عارفة ان في change حصل في ال scope. كل الكلام ده لازم يبقى documented ولازم يبقى واصل ل stakeholders appropriate. Organization process assets, communication requirement, issue management procedures, change control procedures, historical information. المعلومات اللي موجودة عندي في organizations زي ال communications زي ال issue procedures اللي عندي، زي اعمل controlling لل change لو عندي procedures الكلام ده، ولو عندي historical information ولا سرنات ممكن استخدمها. Methods with techniques. Communication methods, face-to-face meeting, email, video conference. Interpersonal skills, building trust, resolving conflict, active listening, overcoming resistance to change. ان انا ببدأ اقول ايه وسيلة الاتصال اللي انا محتاجاها، سواء face-to-face او هعمل meeting او هعمل video conference. الحاجات البيرسونالز او السكيلز البيرسونال زي ان انا هعرف اعمل ريزولفنج للكونفليكت، مستمع كويس، ان انا ما اعملش ريزيستنس لاي تشينج واحاول ان انا هاندل الموضوع ده مع الستيك هولدرز. مانجمنت سكيلز، بريزنتيشن سكيلز، نيجوشيشن، رايتنج، بابليك سبيكينج، كل الكلام ده ازاي ان انا فعلا عندي السكيلز بتاعه المانجرز، ازاي يعمل يعني عنده رايتنج سكيلز، عنده ينيجوشيت، يبدا يتكلم، عنده برزنتيشنز، كل الكلام ده بتساعدني وانا بمانج الاكسبكتيشنز بتاعه الستيك هولدرز. الاوتبوت عندي تشينج ريكويست طبعا، لان ممكن يكون في حاجه فاريانس ما بين الريكويرمنت وما بين اللي حصل، فبالتالي هعمل تشينج ريكويست. بروجكت دوكيومنتس ابديت، ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي، ممكن اديشنال انفورميشن از نيدد وبعمل لها ابديت. ممكن اعمل ستيك هولدر ريجستري، ممكن في ستيك هولدرز ما كنتش انا هحطها في الحسبان في الايدنتيفاي الستيك هولدرز ببدا احطه، او ان هو اوريدي اتعمل له ريليز فهشيله من الستيك هولدرز. عندي ريجستري الايشو لوج لو في ايشو نيو ايشو ايدنتيفاي اور ايشو ريزولفد بعمل لها ابديت. برضه بيعمل في ابديتس في البروجكت مانجمنت بلان، بابديت في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان ات ليست. في بعمل ابديت في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس، بحط فيها اسباب المشاكل causes of issue, reasons behind corrective action chosen, lesson learned. كل الكلام ده ببدا اعمل له ابديت في الاورجانيزيشن بروسيس اسيت. بكده ان احنا نكون خلصنا المانجينج ستيك هولدر اكسبكتيشن. هفكركم تاني ان احنا الويب سايت عندنا علمني.com او على الجيميل او على الفايبر وتشات اون والواتساب، تبداوا تكومينيكيتوا لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات regarding البروجكت مانجمنت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.